كابتن فاروق وبضيوفك وبكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، لسه مستمرين وهذه التغطية الخاصة للقمة رقم 116 ما بين الأهلي والزمالك، وهذه المباراة الهامة جدا للفريقين وبالتحديد للنادي الأهلي اللي زي ما قلت لك بيسعى لتحقيق الأرقام العديدة القياسية بالنسبة له طبعا ناتجا عن هذا الموسم الناجح جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. لكن الأهم إن أنا معايا في هذه اللحظات الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، هنتكلم بشكل مفصل أكثر طبعا عن هذه المباراه الهامه. استاذ عصام برحب بك في البدايه. اهلا بحضرتك واهلا بكل جماهير النادي الاهلي في مصر وفي العالم العربي وبكل الزملاء في الاستوديو طبعا وكابتن فاروق. تمام، مباراه مهمه يا استاذ عصام اكيد رغم الفروقات الواضحه ما بين الاهلي والزمالك خلال الفتره الاخيره بالتحديد تحقيق النادي الاهلي لبطوله الدوري، لكن تظل مباريات القمه لها طابع خاص، لها متابعه جماهيريه كبيره. كيف ترى هذه المباراه من وجهه نظرك؟ يعني الحقيقه هي طبعا بتحنس بالوعود دائما القمه لانها لا تعترف بفرق النقاط حتى لو ذهب في منطقة الاقتراب من 30 نقطة، وبالتالي لا هي ليها استعدادات خاصة. لازلنا جيل ورا جيل بنحاول الوصول للتشكيل، بنحاول الوصول لفكر الاثنين المدربين، حتى مكان المعسكر، حتى مواعيد المران، حتى نوعية الغداء. لا هي قمة بكل المقاييس، هو ديربي، هو كلاسيكو كل العرب وأفريقيا وأعتقد الجاليات العربية، وعشان كده يعني اهو بنستعيد ذاكرة الشبابية وبنحاول نوصل أنا والزملاء للتشكيل الامثل، وبالتالي هتلاقي الاثنين المدربين يعني اجتهدوا تماما من وجهه نظر المتواضعه، كل حد عاوز يكمل سقف طموحه، البدري او البدريولا زي ما جمهور الاهلي العظيم بيقول له دايما، حاطط تشكيله اللي هو قدر يقول لكل اللعيبه على مدار العام الكروي انتم النادي الاهلي، لا فرق بين من يبدا مباراه او الذي ينتظر، لانه عند الكبار لا توجد يعني فكره قلب بدلاء، يوجد بنك احتياط جاهز دايما لتوفير الاحتياطي النجومي بدل الاحتياطي النقدي، وبالتالي استعد البدريولا بهذه الكتيبه لمواصله ارقامه القياسيه زي ما حضرتك قلت. ايضا خالد جلال ابن النادي زي ما الناس قالت له لما وصل اول مران في نادي الزمالك، وبالتالي طموحه انه خلال اسبوع ربما يستطيع ان ينقذ الابيض من هزيمه بالمقررات الكروية بالمؤيسة بالبلدي كده بتقول أن النتيجة ذاهبة إلى النادي الأهلي حتى مع عدم اعتراف القمة بمستوى الفريقين وقت اللقاء. عشان كده هتلاقي أسلحة هذا اللقاء هي الخمس دقايق اللي هتعقب صافرة الحكم محمد الحنفي اللي بنتمنى له التوفيق طبعا علشان تبدأ المباراة، مش فكرة جس النبض المعتاد لكن فكرة التأمين. الزمالك سيكون لديه حوافز كثيرة جدا مش للهجوم، لا لعدم خطفه بلغة الكرة بهدف مبكر، خاصة وانه عارف انه دايما الاهلي بيعملها، واعتقد ان خالد جلال كمدافع قبل ما يكون مدرب هيكون واخد اللقطة دي ومستعد لها، حتى هو حاطط في تشكيله. طب استاذ عصام هنيجي للناحية جدا تمام، هنيجي للناحية الفنية وهنخوض اكتر في تشكيل الفرقتين التشكيل المتوقع، لكن خلينا نتكلم عن مباريات القمة في استاد القاهرة، اكيد ليها طابع خاص وطعم خاص جدا عند كل جماهير الكره المصريه. استاد القاهره دايما تعودنا ان المباريات دايما بتكون عليه مباريات الاهلي والزمالك، لكن بعض الفترات وبعض الظروف اللي مرت بها مصر بالتالي المباريات تحولت لبعض الاستادات الاخرى، لكن استمرار عوده مباريات القمه هنا في استاد القاهره بعد المباراه الاولى بتاعت الدور الاول وقدر النادي الاهلي يفوز بها بنتيجه 3-0، شايف عوده المباريات لاستاد القاهره واستمرارها ان شاء الله في التواجد في استاد القاهره شايف ازاي؟ والله العظيم حاجه تفرح، شايف الملعب في ابهى صوره كالعاده، قياسا بان احنا نفسنا يعود استاد القاهره، شايف الجمهورين العدد المتاح كالعاده، جمهور الاهلي اقترب ربما من اكتمال عدده ولسه 3 ساعات فارقه عن المباراه، انما الاهم ايضا لازم نقول ان الامن النهارده مبدع طبعا بصراحه طبعا. الدخول يسير بشكل، انا لفيت كل البوابات طبعا. مش علشان ادخل، عشان اشوف القصه ماشيه ازاي، علشان لما نتواصل من خلال شاشه النادي الاهلي بيبقى مختلف بالظبط مع الناس نقدر نقول لهم كلام حقيقي. تنظيم الاهلي بالظبط كده ايد بايد مع الامن المصري، الحقيقه عامل حاله بره بطمن الناس اللي جايه في الطريق، لكن ما حدش يسيب نفسه على الحركرك. لو رجعت لي استاد القاهره هتلاقيني بهرب من كلمه امتى الملعب ده يبقى مليان، امتى الملعب ده قريب ان شاء الله، يعني
النص الأحمر على النص الأبيض أو ما شبه ذلك يعود وتعود، يعني لقطات جميلة من الأسر المصرية ومن شبابنا المصري ومن ست الدار اللي بتيجي عايزة تتفرج على الماتش مع عائلتها. والله فعلا هي جملة مشاعر حقيقية النهاردة، وأنا واقف معاكم يا شباب فعلا بتمنى عودتها. عارف لما تبعت لعزيزة ديك تقول له في أسرع وقت، ارجع يا حبيبي في أسرع وقت. وبالتالي لا، الكرة المصرية تستحق ده، والنادي الأهلي اللي بيرتب دايما كل ما هو سيستم يستحق أيضا أن جماهيره تقوده، خاصة مع منازلات أفريقية عنيدة هذا الموسم. تمام، نخوض بقى في التشكيل المتوقع للفريقين. نبتدي بالنادي الأهلي ونقول التشكيل المتوقع لجمهور النادي الأهلي. محمد الشناوي هيعود لحراسة المرمى، أمامه الرباعي صبر الرحيل، أيمن أشرف، سعد سمير وأحمد فتحي، حسام عاشور وعمرو سلية في نص الملعب، أمامهم الثلاثي وليد سليمان جونيور أجايه، ويمكن النهاردة يكون في مفاجأة ويبدأ باكاماني هذه المباراة، وهيكون المهاجم الوحيد مروان محسن. باكاماني وارد أنه يبتدي، وارد أحمد حمدي، وارد ميدو جابر، لكن الأقرب من خلال المتابعات الأخيرة تدريبات النادي الأهلي باكاماني هو الأقرب للبدء في هذه المباراة، وده تشكيل متوقع ليس التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. أستاذ عصام، تعليق حضرتك على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي؟ ده اللي قلته يعني لحضرتك ولكل الجماهير اللي بتتابعنا، أنه حسام البدري نجح بتقدير امتياز مع كرة القدم الكبرى، مش مرتبة الكرة والشرف. ليه؟ لأنه استطاع تمرير الاحتراف إلى نهايته لما خلى 26 لاعب على الأقل يوقنوا أنهم بالقرب من بعضهم البعض، وبالتالي لا غضاضة أبدا في أنك تلاقي رحيل النهاردة، لا غضاضة أبدا أن حضرتك وأنت بتقدم التشكيل المتوقع بالزبط. أنك تقول أنه أجاي موجود أو غير موجود، أنه باكا ماني او باكا زي ما الجمهور بيقوله قد تجده في الملعب ضمن ال11 اللي هيبداوا المباراه، لانه في الاخر هناك منطق اصبح للنادي الاهلي زي كل مره بيكون النادي الاهلي حاضر في الميعاد، عشناها فترات طويله واستعادت مع المجلس الحالي والكابتن حمود الخطيب، نتمنى له يا رب خالص الشفاء. يكفي انه في ظل هذه الحاله المرضيه يفتح يعني تليفونه على اللاعبين والجمهور ويؤكد لهم عادة الأهل أن المشهد الأهلاوي أولا حتى قبل المكاسب الكروية. ما علينا، الأهم أنه ده بيدي كل التفاصيل للناس أنه النادي الأهلي لديه خطة وتكتيك راكب عليها 11 لاعب يبدأوا وغيرهم منتظر إذا كان هيكون ليه دور. أنا شايف أن مروان محسن النهاردة قد تكون الأقدار بتكافئوا على التزامه وعلى أنه واقف عند الإصابة واجتهد كثيرا في الدفع به كمهاجم وحيد، حتى لو كان النادي الأهلي بدون أزاره يفقد جزء من قوته، لكن قد يعود ده جايه، قد يعود ده باكا الحاوي وليد سليمان، وبالتالي حسام البدري منشن أنه يلعب بتشكيل يرعب كرويا طبعا المنافس. والمنافس مين؟ الزمالك، اللي طبعا لما حضرتك تتكلم عنه هتلاقي فعلا تحصينات دفاعية، لكن الأهم انه الفرقة دي اللي انت جبت لنا تشكيلة متوقع مع الزملاء بتقول ان اللقاء هجومي احمر، ان اللقاء فعلا زي ما البدري او البدريولا زي ما جمهوره بيقوله استعد له لاستعادة ارقام قياسية فوق المستوى اللي اعتاد عليه. سريعا، شايف الغيابات بالنسبه للنادي الاهلي؟ غياب وليد ازارو بسبب شد في العضله الخلفيه في المباراه الاخيره امام بتروجيت، وغياب علي معلول رغم جاهزيته الطبيه، ممكن يكون غيابات مؤثره للنادي الاهلي النهارده سريعا بنسبه، لكن زي ما قلت لحضرتك التعويض قائم، لان انا مصر ان الاهلي بقاله سنوات طويله اتقطع منها جزء كده، نتمنى الا نعود لكن استعاد كامل عافيته مع المجلس الجديد والاجهزه الفنيه، وبالتالي النسبه عالميه، يعني الاحتياط من البنك ده يعوض لانه دول مش بدلاء. تمام، شكرا استاذ عصام، وهنعود لاحقا ونتكلم على تشكيل نادي الزمالك. شكرا استاذ عصام. طبعا ده كان لقاءنا مع استاذ عصام شلتوت طبعا الناقد الرياضي الكبير للحديث عن هذه المباراه، وزي ما اتكلمنا مع جمهور النادي الاهلي التشكيل المتوقع للكابتن حسام البدري خلال المباراه اليوم. بشكل عام نتمنى الاهم هو التوفيق للنادي الاهلي والفوز في هذه المباراه والوصول للنقطه رقم 38، عشان هيكون حدث تاريخي ورقم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي ورقم قياسي جديد يضاف لارقام النادي الاهلي هذا الموسم. والان عوده ليك يا كابتن فاروق، اتفضل. اشكرك يا امير طبعا، ونشكر استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي ورئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع.